لسه هنبتدي دلوقتي حالا هنعمل الرز البسمتي. مقاديره ايه بقى؟ نص كيلو من الرز. معانا هنا بصلايه، معانا على الشاشه كمان بصلايه مفرومه وجزرايه مبشوره. مكوناته سهله جدا، ملح وفلفل وكركم على كاري وقرفه ومكعبين من المرقه. لو ما فيش شوربه، لو في شوربه خلاص بنستغنى عن ال، ان شاء الله يبقى في شوربه عن الشوربه. ايوه بس لو ما فيش شوربه علشان يعني ما نعقدش. ايوه عشان يعني ما نوقفش الدنيا، احنا مش عايزين حاجه توقفنا. صحيح. اول حاجه هنبتدي بيها ان احنا هننزل بالزيت بتاعنا. الزيت؟ طيب واللي بيحبوا السمنه نحط سمنه، يعني ما توقفيش نفسك، الموجود هنشتغل بيه. تمام. ده لو حد عايز يبقى خفيف شويه. يعني دوت لما نحب الاكله تبقى خفيفه نستعمل زيت ذره كده حلو، عشان ايه؟ ده لو حبينا بقى. لو حبينا يعني. احنا حابين. بعد كده نبتدي ان احنا ننزل بالبصله، نديها تشويحه كده. لازم نديها تقليبه كده على النار. لازم ايه تبقى بني مثلا، يعني توصل للون ايه؟ بني، اصفر، غامق، فاتح؟ لا، هي مش توصل لاي مرحله، هي توصل لمرحله ان هي تبقى شفافه. هي دوبك بندبل البصله مثلا. ايوه يعني تبقى متدبله بس كده، يعني مش تاخد معانا اي لون، احنا بس هنسخن البصله هتبقى سخنه. مش شرط تاخد معانا لون معين. لا خالص. طب قولي لي الرز بقى، في منه رز بيبقى غامق اصفر وفي رز اللي هو الفاتح، انهي احلى ولا مش الرز الذهبي ده بيبقى احسن نوع في الرز البسمتي. بس طبعا الرز البسمتي ده فيه انواع كتير جدا، وممكن ان احنا نستخدم اي نوع احنا بنرتاح له. مش شرط حاجه معينه. لا مش شرط طبعا حاجه معينه. احنا هنا بنقلب البصله دلوقتي، بنقلب البصله كده، بنديها تشويحه. بعد كده على طول هننزل بالجزر بتاعنا، الجزر مبشور. حلو ده برضه عشان اللي مش بياكل جزر بره الوجبه حطيناه له جوه. كمان هو بيدي طعم حلو جدا، بيدي طعم حلو جدا للرز، وكمان بيدي لون. بيدي حلو. لون وطعم، لان اصلا الجزر ده فيه نسبه سكر كده بسيطه. فهو بيدي طعم ولون وكمان مغذي، يعني طبعاً. فيه كل حاجه مغذيه. اعرف اكله لهم بره. لا لازم ياكلوه، يعني هياكلوه يعني هياكلوه. دي شكاوي كتير من الامهات بقى، ابني ما بياكلش جزر، ما اعرفش ايه اعمل له ايه. لا الاكله دي مكوناتها حلوه وكلها صحيه يعني. بعد كده هنبتدي ان احنا ننزل بمكعبين المرق. مكعبين مرق. وبعدين هنبتدي برضو ان احنا نقلبهم علشان لازم يسيحوا معانا كده، يعني يفكوا. وكده كمان البصل ياخد لون كمان مع الجزر وال، يعني هياخد تقليبه كده. بعدين هبتدي بقى ان انا هنزل بالتوابل. هي ما الا هي يعني كلها حاجات بتتحط فوق بعضها. فلفل اسود قد ايه يعني مثلا؟ معلقه صغيره. معلقه صغيره. هننزل برضو بالعود بتاع القرفه. ممكن احل مكانها قرفه باودر؟ مفيش مشكله، فاقول لك في قرفه باودر كده. هننزل بمعلقه صغيره من الكركم على الكاري. كركم على الكاري عشان يديله صفار شويه. عشان يبقى لونه حلو. وهنحط معلقه من الملح صغيره مبدئيا. لو احتاج هزود، ما احتاجش خلاص. احنا حاطين مكعبين مرقة. بنشوح كده. الريحه طبعا الريحه جميله جدا. ريحه واصله كمان قوي. بعد كده بقى هننزل بالميه المغليه بتاعتنا. قد ايه بقى ميه مغليه؟ لكل كوبايه رز بسمتي كوبايتين ميه. هو فعلا بيحب الميه كتير؟ هو مختلف شويه. زي الرز العادي يعني؟ خالص، هو مختلف تماما عن الرز العادي. الرز كل العادي كل كوبايه رز كوبايتين ميه. كوبايتين ميه. الحاجات دي بقى اللي بتفرق، عشان بنلاقي شكاوي انا الرز ما بيطلعش زي ما انتم ما بتعملوه خالص. طبعا. لما نمشي على المكونات والمقادير مظبوطه الحاجه بتاعتنا بتطلع كويسه جدا ومقاديرها كويسه. طبعا احنا دلوقتي لازم علشان النجاح الوصفه دي لازم يبقى الملح مظبوط، ولازم تبقى كل حاجه مظبوطه، فلازم نعمل تيست على الملح بتاعنا. يعني تشوفوا متحقق كويس. عايز ملح تاني نظبط الدنيا قبل ما نحط الرز بقى. قبل ما نحط الرز وممكن بعد. احنا دلوقتي هنحط الرز على طول. هننزل بالرز بتاعنا. الرز بتاعنا ده مغسول كويس جدا. هل بسمع ان لازم يتنقع ساعه قبل احنا نقعينه ساعه قبل الحلقه طبعا ما كانت تبدا. احنا نقعينه علشان الرز البسمتي ده ليه تسويه مخصوص كده، شويه معينه غير الرز المصري بتاعنا خالص. صحيح. بنحاول ان احنا نصفيه خالص من الميه، لان احنا منزلين سوائل معينه مش عايزين نزيد عنها.
طب بنسمع كتير قوي انا الرز عجن معايا، ليه بقى؟ لا الرز البسمتي ده ما بيعجنش، مشينا على القواعد مظبوطه ومشينا على المكونات مظبوطه خلاص ما يعجنش. لا لا مش بيتاثر خلاص. احنا كده هنغطي عليه، وبعد كده اول ما يوصل لمرحله ان في عيون كده هتطلع له هيشرب السوائل وتبقى فيه فتحات كده فيه، أو هنبتدي ان احنا نهدي عليه النار لغايه بقى ما يتشرب كل السوائل اللي فيه ويستوي. ما احنا مش بنهدي عليه النار اول ما بنغطيه على طول، لازم يغلي، لازم ياخد وقته في ياخد غلوه غلوتين مثلا. طيب وهو بيغلي كده قولي لي مين اللي حبيبك في الاكل بقى في وقت اللي حبيبني في الاكل؟ انا اساسا يعني انا اساسا بحب يعني بحب جدا ان انا اقف في المطبخ، وبحب اي حد بيحب وقفه المطبخ مش عارفه، انا بحب وقفه المطبخ جدا، وبحب ان انا لما اشوف حاجه يعني ابتدي ان لازم انفذها واحاول، وممكن افشل عادي، وبعد كده برضو هكرر تاني وهفشل وهكرر تاني، يعني انا ما بوقفش نفسي لغايه ما اوصل للنتيجه اللي انا عايزاها المرضيه اللي انا حباها. يعني مش اي حد كمان بيحب وقفه المطبخ، ده بيبقى عارفه بيبقى محتاج كده حد له طولة بال، حد عايز يبتكر ويبدع يعني. طبعا.